هروح بقى معاكم لموضوع الحقيقه لطيف ومش منتشر وزاويه جديده جدا، انه يوم 13 و14 نوفمبر الجاي هيقام المؤتمر الدولي الاول لعلم النفس الرياضي. علم النفس الرياضي فين بقى هيحصل الكلام ده؟ في جامعه حفر الباطن في المملكه العربيه السعوديه. المؤتمر ده اتقدم له أكتر من 240 بحث علمي من عدد كبير جدا من الدول والباحثين، وكانت النسبة الأكبر من الأبحاث كانت من نصيب الباحثين والعلماء المصريين، وتقريبا مقدمين 75 بحث. وكمان طبعا المؤتمر ده هيقام في السعودية، وهي أصل طبعا المؤتمر، بمشاركة ايضا منها ب 30 بحث والبقيه من الابحاث مختلفه في مجال مختلف، والدراسه الحقيقه بشكل علمي لسيكولوجيه اللاعبين والجماهير وكل ما يتعلق بالرياضه كمان. علم نفس الرياضه، اهميه المؤتمر ده ان هو بيعكس اقبال الباحثين والعلماء المصريين والخبراء للمشاركه في المؤتمرات الدوليه بشكل عام. بيقول لنا كمان ان عندنا علماء مهمين جدا مشاركين باكبر نسبه في علم النفس الرياضي، اللي هو التخصص اللي ممكن ما يكونش ظاهر كثافة في مصر، لكن احنا عندنا علماء مهمين وبإذن الله كل التوفيق ليهم، وهنشوف الفترة الجاية نجاحات وحاجات كتير جدا، ويعني كل فترة بتعدي علينا أعتقد بنكتشف حاجات أحسن، نكتشف حاجات إيجابية أكتر، ونستضيف إن شاء الله بعض الباحثين لما يرجعوا بالسلامة. طبعا واكتشاف يعتبر جديد وبقى حاجة بحثية جديدة ومجال جديد، يمكن في ناس كتير ما تعرفش إيه أهميته أو أصلا بيتكلم على إيه، بس أعتقد مهم للغاية بالأخص فيما يخص طبعا الحالة النفسية نفسيه اللاعبين، نفسيه اصلا فكره التنافس نفسها وسيكولوجيه الجماهير. الموضوع بيبقى فيه جزء نفسي كبير طبعا، وفكره الاعداد الرياضي للابطال بيتم ازاي وبناء نفسيتهم بيبقى عامل ازاي، علاج الاحباطات عامل ازاي، يعني قصه برده كبيره جدا، بس هم بقى ياخذوها خطوه خطوه اكثر علميه يعني خلينا